اتنين، شارل دي جول في ألمانيا، كن واقعيا واحلم بالمستحيل. 1968، ثورة الشباب وانتفاضة الشباب وغضب الشباب في فرنسا ثم أوروبا ثم أمريكا ثم حول العالم. القصة تبدأ 1966، اتحاد طلابي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية. الشباب دول تأثروا بكتاب مهم للفيلسوف الأمريكي هربرت ماركوزة، والكتاب ده بعنوان الإنسان ذو البعد الواحد. ده كتاب مشهور جدا لهربرت ماركوزة، الإنسان ذو البعد الواحد، اللي بيقول فيه، وشوف بقى الكلام ده سنة 66، يعني هذه الانتفاضة بدايتها 66 تأثرا بهذا الكتاب. الكتاب بتاع هربرت ماركوزة الإنسان ذو البعد الواحد بيتكلم عن أثر التكنولوجيا السلبي على الإنسان، والقلق الوجودي اللي حصل نتيجة عصر الاستهلاك، وإن الإنسان بيحاولوا يخلوه مجرد مستهلك للسلع، وبيخلقوا حاجة لسلع لا حاجة لها. وقد إيه ده أدى إلى إن الإنسان بيعيش في ضائقة مالية وضائقة نفسية وقلق وتوتر كبير جدا. أثر التكنولوجيا والاقتصاد الرأسمالي الحديث على نفسية الإنسان وعلى المستوى الاجتماعي والنفسي عموما للإنسان. شوف بقى دلوقتي ممكن يكون إيه أثر ذلك. ده الكلام ده في الستينات، ولسه التكنولوجيا لم تصل أبدا إلى ما وصلنا إليه اليوم. طلاب جامعة ستراسبورغ تأثروا جدا بالكتاب ده، فطلعوا بانتفاضة لتحسين أوضاع الطلاب. شوية العمال انضموا إليهم، الشرطة عملتهم بقسوة شديدة، فهم قاموا انفعلوا أكتر وأكتر، وبدأوا كمان يعني في حركات شيوعية كتير بين الطلاب والعمال، يعملوا بقى متاريس ويقفلوا الشوارع، يحطوا أعلام حمراء شيوعية على بعض المباني ويحتلوا أماكن، والدنيا يعني اتبهدلت في فرنسا في أحداث 1968. كتاب جديد مهم لألان باديو، ألان باديو كتابه بعنوان لغز مايو 68 لنا الحق في التمرد، وهو فيلسوف يساري فرنسي، والكتاب صدر عن دار صفصافة في ترجمته العربية. الكتاب ده بيقول إيه؟ بيقول دلوقتي احنا دلوقتي 2024، وبعد أكتر من 50 سنة من هذه الأحداث، لا تزال فرنسا فكريا وأوروبا منقسمة حول أحداث 68. البعض شايف أنه كانوا شوية مراهقين وشباب جامعات منفعل وعندهم طلبات سطحية جدا، وكمان عمال عايزين يزودوا مرتب، وأن الموضوع كان ممكن يؤدي إلى حرب أهلية في فرنسا. وفعلا كانت فرنسا على وشك حرب أهلية، حتى أنه شارل دي جول هرب إلى ألمانيا سرا عشان لو حصلت حرب أهلية ما يكونش موجود في فرنسا. وكتير مجمعين إنه لو كانت الأمور طولت شوية كانت بقت حرب أهلية في فرنسا، وكانت هتسقط الجمهورية الفرنسية. البعض التاني بيقول لأ، أنتوا بتسففوا الموضوع بتقللوا منه، دول مش شوية مراهقين وعمال وعايزين مصالح فئوية، دي كانت انتفاضة ضد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ضد الرأسمالية أو العولمة بين قوسين لاحقا، ضد مجتمع الاستهلاك وضد سيطرة الرأسماليين العالميين على حركة الإنسان، وضد القلق الوجودي اللي بقى عند البشر نتيجة النزعة الاستهلاكية والضائقة المالية إزاء المنتجات والاحتياجات المعروضة في العالم الحديث. وكان في فلاسفة كبار واقفين معاهم، مش شوية مراهقين، جان بول سارتر، سيمون دي بوفوار، جيل دولوز وآخرين، كانوا كل دول واقفين مع الطلبة ومع العمال، ودي كانت انتفاضة لها تأثيرها العالمي. وإن أثر ده تجاوز فرنسا لألمانيا لأمريكا، حرب فيتنام والمظاهرات ضدها، للأجواء المتعلقة باغتيال تشي جيفارا، لأجواء الثورة الثقافية في الصين اللي قادم واتشي تونغ، إلى الجيش الأحمر الياباني في اليابان. يعني تأثير هذه الأحداث كان عالميا، وكانت انتفاضة تقيلة جدا فكرية وأخلاقية ونفسية ضد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذن ملخص هذا الكتاب إنه ما حدث في مايو 68، الانتفاضة الشبابية العالمية،
في انقسام حتى الآن بشأنه، ما بين أنها كانت غضب مراهقين كاد أن يدمر الدولة الفرنسية، وبين من يرونها أنها كانت احتجاج فلسفي كبير جدا وعالمي ضد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. قدمنا إذن موجز الموجز لكتاب ألان باديو لغز 168 لنا الحق في التمرد، وفاصل ونكمل.